اهلا بيكم فيديو جديد على قناه عرب هاردوير. النهارده هنتكلم على ابديت جديد بخصوص لعبه باتل فيلد 1. دايس حوالي كل شهر بينزلوا ابديت جديده لباتل فيلد 1، يعني بيحسنوا حاجات صغيره فيها وكده، لكن الابديت ده ابديت كبير في حاجات كتير جدا، بس احنا في الفيديو ده هنتكلم على اهم حاجات اللي في الابديت اللي هتاثر على اللعبه بشكل عام. يعني من اهم الحاجات اللي في الابديت ان المنيوز او اليو اي اليوزر انترفيس عامه اللي هو يبقى فيه المنيوز وكل الكلام ده اتحسن وبقى اسرع من الاول. من اهم حاجات اللي في الابديت برده اخيرا الجرينيتس. اخيرا دايس لاحظت ان بجد الجرينيتس يعني بتعصب الواحد، وجرينيدز يعني الجيمز بتاعت باتل فيلد اونلاين بقت معظمها عباره عن جرينيدز محذوفه في كل حته، وكلنا بنموت من جرينيدز، يعني بنموت من جرينيد اكتر ما بنموت بجد من جام فايتس او من اسلحه عاديه. فهم كانوا عملوا كده موضوع جديد من ساعه ما نزلوا دي ال سي اللي فاتت دي شال نوت باس، عملوا زي سيستم جديد اللي هو لما انت بترمي جرينيد بعدين بشويه وانت بتلعب عادي لو انت لسه عايش، يعني هتلاقي ان فجاه بقى معاك جرينيد مكانها، فان انت بتعمل اوتو ريلود للجرينيد. فده كان بيؤدي ان الناس على طول معاها جرينيدز، فان انت على طول في سبام للجرينيدز، يعني على طول في جرينيدز لما تترمى على طول. فهم لغوا الموضوع ده، وكمان زودوا الوقت اللي الجرينيد بتفرقع فيه، وكمان قللوا الراديوس اللي الجرينيد بتعمل فيه دامج. يعني هم بيحاولوا يضعفوا الجرينيد باي طريقه، بس برضه في نفس الوقت هم مش عايزين يخلوا الجرينيد ملهاش لازمه، يعني هم بيحاولوا يخلوا فيه بالانس عامه، يخلوا الجرينيد مش قويه بزياده ومش ضعيفه بزياده، وكمان زودوا الوقت الجرينيد بتترمي فيه. فانا صراحه مبسوط من الحوار ده عشان بجد الجرينيد كانت يعني بتعصبني جدا، خصوصا ان انت بتلعب في مابس جوه مباني وكده، فان انت بتلاقي على طول الجام فايتس الناس خلاص ما بقتش بتضرب اسلحه، بتعطل على طول عمال حد في الجرينيدز وخلاص. يعني برده هم بيقولوا ان هم حسنوا النت كود بتاع اللعبه، فده يحسن اوفرول الكونكشن بتاعك لما نشوف، بس انا صراحه مش بعاني قوي من مشاكل في الكونكشن بتاعتي في باتل فيلد، لكن هم بيقولوا ان هم حسنوا النت كود فده هيحسن الكونكشن اوفرول. دلوقتي في فيتشر مهم قوي هم زودوها ودي بجد كنت انا مستنيها، زودوا الماب فوتنج. دلوقتي انت ممكن بعد ما الجيم يخلص يجيلك الاوبشن ان انت تفوت سواء للماب A او ماب B، فدي بتبقى حلوه جدا عشان احنا عارفين باتل فيلد يعني السيرفرات بتاعتها الاوفيشال بتبقى ماشيه على روتيشن معين، يعني بنبقى حافظين انهي ماب جايه ورا الثانيه. دلوقتي هم غيروا الموضوع ده، ما بقاش الموضوع ماشي بروتيشن فيكست، لا انت دلوقتي بقى ليك الحريه ان انت تختار الماب اللي انت عايز تفوت فيها زي في كول اوف ديوتي. يعني في كول اوف ديوتي يبقى لما بتخرج في اللوبي بقى في اوبشن ان انت تفوت، فهم خدوا بالهم يعني ان في مابس مش عاجبه الناس قوي، فانت بيبقى ليك دلوقتي الحريه ان انت تختار الفوت وسواء تفوت الماب دي او الماب دي، فده فيتشر عجبني قوي الصراحه. دلوقتي في اربع اسلحه جديده زودوها اخيرا، مش لازم يبقى معاك بريميوم عشان تجرب حاجه جديده، الاسلحه دي هتنزل لكل الناس. الاسلحه دي هي الهير ريجل ديفنسيف والمارتيني هنري سنايبر، وده صراحه عايز اجربه. الهوت اوتوماتيك حطوا له فارينتس جديد اللي هو الاوبتيكال، وكمان حطوا السيلف سلادر فارينت جديد وهو السنايبر. بالنسبه لرنت السيرفر بروجرام، هم طبعا دايس عاملين اوبشن انت ممكن ترنت السيرفر بتاعك، كل شهر بتدفع فلوس عشان تاجر السيرفر بتاعك، بتختار فيه سيتنجز اللي انت عايزها، بتختار المابس اللي انت عايز تلعب فيها وكل الكلام ده. زودوا فيتشر حلو قوي ان انت ممكن تحط باسورد للسيرفر بتاعك، يعني انت مش اي حد ممكن يخش السيرفر، لازم يكون عارف الباسورد، فده هيساعد يوتيوبرز كتير مثلا لو عايزين يعملوا يصوروا حاجات سينيماتكس في اللعبه، عايزين مثلا يجربوا اسلحه معينه، عايزين مثلا يجربوا مابس جديده يصوروا مثلا مابس بطريقه مختلفه وكده، ده هيساعد يوتيوبرز. كمان هيساعد الناس مثلا اللي بيلعبوا باتل فيلد كومبتيتيف او بيعملوا تورنمنتس، فده هيديهم الاوبشن اللي مش اي حد ممكن يخش السيرفر، من ناس معينه بس اللي معاها باسورد اللي ممكن تخش السيرفر. حاجه حلوه قوي برده في الباتش هي ان دايس رجعوا بلاتونز تاني. بلاتونز ده كان زي كلان سيستم هم حاطينه في باتل فيلد 4، دلوقتي رجعوه تاني، ودلوقتي زودوا حاجه حلوه قوي في اللعبه. لو انت مثلا دلوقتي انت بتلعب مع بلاتون بتاعك كلكم في سكواد، دلوقتي لو انتوا السكواد دي عملتوا كابتشر الفلاج، الامبلم بتاع البلاتون ده هيطلع على الفلاج وهيبان لكل الناس اللي بتلعب، فده فيتشر برده حلو قوي. دايس كمان لاحظوا ان البلينز او بالتحديد الترنش فايتر زي ما تقولوا اوفر باورد، يعني او قويه بزياده، فهم ضعفوهم بحيث ان هم خلوهم ياخدوا دامج اكتر من ناس بتضرب عليهم بويبنز عاديه، وكمان زودوا الدامج بتاع الاي اي جانز. انا صراحه شايف ان الدامج بتاع الاي اي جانز او الانتي اير جانز عالي بزياده، فانا مش شايف يعني ان هم كانوا صراحه يعلوا الدامج بتاعهم، بس مش عارف هم علوه ليه. لو انت عندك ديشن نوت باس هتبقى عارف ان في جيم مود جديد اسمه فرونت لاينز. فرونت لاينز ده جيم مود هم نزلوه جديد، عباره عن زي ميكس ما بين كونكويست وراش. المشكله فرونت لاينز ان ساعات الجيم بيطول بزياده، يعني دايس سجلوا اطول راوند عدت في فرونت لاينز كان 3 ساعات ونص، تخيل انت بتلعب في جيم 3 ساعات ونص، فده كتير قوي يعني. فدايس عملوا ماكسيمم تايم لفرونت لاينز هو 40 دقيقه، لكن انا صراحه شايف ان 40 دقيقه ده قليل قوي، يعني فرونت لاينز من جيم ان انت بجد ممكن تطول فيها قوي. فانا كنت ساعات مثلا بحب الفرونت لاينز عشان مثلا بتجيب اكس بي عالي قوي، فانت مثلا لو مشغل سكواد بوست والجيم حلو هتقعد مثلا في الجيم حوالي ساعه او كده، فبيخليك تليفل اب اسرع، وكمان الجيم مود حلو يعني مش بزهق منه. فانا كنت مثلا شايف ان هم يخلوها ساعه ونص هيبقى كويس، او على الاقل ساعه، لكن 40 دقيقه دي حاسسها قليل قوي،
لكن هو ده قرار دايس في الاول وفي الاخر. حاجه حلوه قوي دايس زودتها دلوقتي، ميديكس ممكن يعملوا للناس الميته زي يعملوا لهم سبوت او يدوا لهم زي مسج ان هم جايين يعملوا لهم ريفايف. يعني ساعات مثلا لما بتموت وتلاقي مثلا ميديك جنبك مثلا حوالي 10 متر جنبك، تفضل مستنيه بعدين تحس ان هو مش هيجي يعمل لك ريفايف، فتروح عامل سكيب. بس هو مثلا في الحقيقه ممكن يكون هو في جام فايت او مش عارف يجيبك دلوقتي، فمستني مثلا يقتل اللي قتلك فيتاخر عليك شويه. فدلوقتي الميديك اللي هو واقف جنبك ده ممكن يديك زي مسج اللي هو يعني يقول لك استنى انا جاي لك يعني. فدي برضو الصراحه اوبشن حلو قوي وفيتشر حلو قوي، مش يعني بدل ما الواحد بيعمل سكيب على الفاضي، فده هيبين لك بجد الميديك ده هيجي لك ولا مش صعب، ولا هيفكس لك مش هيجي لك في الاخر. على العموم انا شايف ان الابديت ده حلو يعني. انا صراحه كنت مبسوط، انا صراحه مبسوط جدا من الحوار ان هم ضعفوا جرينز شويه، مبسوط من حوار الماب بوتينج، ويعني مش شايف اي حاجه صراحه مضايقاني في الابديت غير ان هم علوا الدمج بتاع الاي جانز الانتي اير جانز يعني. لكن غير كده الصراحه شايف الابديت حلو قوي، وصراحه مبسوط ان دايس مهتمين باللعبه، وكل هو كل شويه كل شهر بينزلوا ابديت، وان هم بيسمعوا للكوميونتي. فانا الصراحه يعني بحيي دايس، عاش دايس، واتمنى ان انتوا تفضلوا تعملوا باتشز دي لفتره طويله يعني. عموما لعجبكم الفيديو ده مش تعملوا لايك، قولوا لنا رايكم تحت في الكومنتس، عجبكم الباتش ده مش عجبكم. واحنا كمان هنسيب لينك في الديسكربشن يوديكم للباتش نوتس كلها، هتلاقي باتش نوتس كتيره قوي. بس احنا في الفيديو ده حبينا نقول لكم اهم الحاجات يعني في الابديت. مش تعملوا لايك، عايزين تتفرجوا على الفيديوهات الثانيه اعملوا سبسكرايب عرب هاردوير، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله يا جدعان، والسلام عليكم.